أولا القمي متيقن من رحيل زينب والسجاد والآل عليهم السلام من الشام إلى المدينة. ثانيا المفيد يسبق القمي في نفي زيارة الأربعين والمسير إلى كربلاء. أليف قال الشيخ المفيد، ثم ندب يزيد النعمان وقال له: تجهز لتخرج بهؤلاء النسوان إلى المدينة. ولما أراد أن يجهزهم دعا يزيد علي بن الحسين عليهما السلام، وتقدم بكسوته وكسوة أهله، وأنفذ معهم في جملة النعمان رسولا. تقدم إليه أن يسير بهم في الليل ويكونوا أمامه حيث لا يفوتون، فسار معهم ولم يزل ينازلهم في الطريق ويرفق بهم ويرعونهم كما وصاه يزيد، حتى دخلوا المدينة. باء بكل صراحة ووضوح بيّن الشيخ المفيد أنه تحت حراسة ومراقبة عساكر يزيد، وبرعاية مبعوثه الخاص، وبتطبيق وصية يزيد بالرفق بهم ورعايتهم، سار موكب زينب والسجاد وأهل البيت عليهم السلام من الشام إلى المدينة. فمن أين جاء القصاص الفاحشة الشيرازي والمدلسة بأكذوبة ذهاب زينب وأهل البيت عليهم السلام إلى كربلاء ووصولهم إلى قبر الحسين عليه السلام في يوم الأربعين؟ جيم أشار القمي لرأي المفيد والعلماء الرافض والنافي لذهاب زينب والسجاد والآل عليهم السلام إلى كربلاء والعراق، حيث قال: بملاحظة كل هذه الأمور يستبعد كثيرا أن يعود أهل البيت عليهم السلام إلى كربلاء، مع أن جهات لائقة أخرى أتت على ذكره، غير أنه يلاحظ من سياق كلامهم إنكارهم له، كما في كلام الشيخ المفيد في صدد مسير أهل البيت عليهم السلام إلى المدينة، ويقرب من كلامه آخرون، وليس في كلام أي منهم ذكر للسفر إلى العراق. الشيخ المفيد والطوسي والكثعمي قالوا: إن حرم أبي عبد الله الحسين عليهم السلام رجعوا من الشام إلى المدينة.